لكن طبعا. لكن خليني اسالك استاذ توماس، يعني المشهد متطرف من الجانبين، يعني اذا كان جمهور ترامب او الحزب الجمهوري رايح ناحيه التطرف الشديد في مواجهة الهجرة، في الكلام عن الحدود والهجرة، الكلام الخاص بالاستنفار ضد حتى الأمم المتحدة العالم، لكن كمان اليسار جوه الحزب الديمقراطي الإصرار على فكرة يعني المثلية والدفاع عنها كقيمة، زواج المثليين برضو بقى الإجهاض، فهو أيضا بايدن بين يعني مراوحة ما بين شدة التطرف ناحية اليمين وشدة التطرف ناحية اليسار، والخناقة بقت خناقة كل واحد جايب القضايا من أقصاها، محدش عايز يعمل حل وسط، وهو بايدن رجل الحل الوسط، يعني دي قضيته من يوم ما جه. يعني هو غالبا يعني المجتمع الامريكي كما اعتاد في السنوات ما قبل ترامب وتحديدا ما قبل اوباما تحديدا اعتاد المجتمع الامريكي ان يتغير او يجادل ويناقش، وحتى هكون واضحا كما قلت في البدايه نحن نقرا الصحف الامريكيه او نحاول ان نقرا المجتمع الامريكي ونقرا بمفهوم انني هناك نافذة أطل منها على الشعب الأمريكي أو أتفاعل مع الشعب الأمريكي، وليس هناك مرآة أقف أمامها لأرى نفسي وأقول أنا أعتقد وأنا أظن وكل هذه الأشياء. فبالتالي ما تشير إليه بالتأكيد الأطراف المتطرفة كما حتى نتم توصيفها سواء كان في اليمين أو في اليسار، وليس الأمر بالنسبة لسال لا يخص فقط المثليين، هناك التوجه إلى تحجيم دور الشرطة ومعاملة بشكل أو آخر، كل هذه الأشياء المعاملات الأمنية قاسية، وخصوصا وهناك الإشارة الواضحة إلى ما يسمى التمييز العنصري، وهو هل هو منعكس أو غير منعكس في المجتمع يعني أو متواجد أو متنامي. يتفهم المرء أنه دعوة إلى إعادة هيكلة الشرطة، انما دعوه الى فك الشرطه والغاء الشرطه مع هتستفز اليميني جدا، ان الراجل اللي عايش على انه الامان والاستقرار ده اهم حاجه في حياته. يعني لا، اليمين ليس فقط، حتى اليمين مثل بالنسبه حتى اكون واضحا وحتى لا تلتبس الامور بين يمين ويسار، ولكن حتى اليمين نفسه لم يكن اليمين الذي كان هناك في الحزب الجمهوري من 20 سنه مثلا، لان اليمين الان هو يخوض معارك ما يسمى cultural wars، يعني معارك ثقافية أو معارك أيديولوجية يتلخص أساسا فيما يسمى التفوق النوعي أو التفوق العنصري أو المهاجر له ليس له مكان أو ليس له المساواة، وهو ضد الهجرة، اليمين العنصري تحديدا، وصوته عالي يعني، وحتى يكون واضحا، وهناك نوع من المعارك الثقافية التي مثل الحديث عن المثليين، مثل الحديث عن الإجهاض، مثل الحديث عن كل ما تم خلال 30 و 40 سنة الماضية فيما يتعلق من تطورات في المجتمع الأمريكي وتركيبته السكانية وتفكيراته وآراءه وحركاته الاجتماعية والنفسية وكل هذه الأشياء. يعني المجتمع الأمريكي، وهذا كان يمكن سر تجدده وتغيره على مدى السنوات الماضية، أنه يحاسب نفسه ويحاسب نفسه بشدة ويقف امام المرآة حتى يرى وجهه القبيح. فكل ما تم من مآس او مأساة او ما تم من ارتكاب جرائم حتى في الحروب الأمريكية، امريكا التي كشفتها ولم تكشفها أجهزة اخرى او دول اخرى، ونحن فقط قمنا بترجمتها والحديث عنها نقلا، حتى ابو غريب بالنسبة للعراق كان صحيفة نيويوركر، مجلة نيويوركر التي كشفت تفاصيلها. فهذا هو المنتظر من امريكا يعني. انا حتى اكون واضحا يعني، ربما انا كنت ربما يعتبروني البعض ساذجا على اساس انني اطلب المستحيل، ولكن هذا هو كان طبيعي المتواجد والمتنامي في امريكا. ولكن مع مرور الزمن والاستقطاب العنصري والايديولوجي والفكري والعقائدي وكل هذه الاشياء، فاتضح بشكل او اخر يعني مثل الجمهوريين مثلا لا يطلقون كلما أثير معارك فكرية وموتة
يشيرون الى المسلمين انهم سيقومون بتطبيق الشريعه الاسلاميه في ولايه من الولايات تحت الامريكيه. فبالتالي هناك نوع من التنافر او عدم قبول الاخر، حتى اكون اكثر وضوحا، قبول الاخر لا يعني انه افضل مني، ولكن قبوله شكل من اشكال ليس التسامح ولكن التواجد والتعايش معا في مجتمع واحد.